الحديث إذن عن خطوات الاحتلال ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى سلطته. معنا من اسطنبول الباحث السياسي والفلسطيني سيد تيسير سليمان، مرحبا بك. إذن بالتزامن مع ذكرى القرار الصهيوني ضم القدس الشرقية، يسعى الاحتلال اليوم لضم أكثر من 30% من أراضي الضفة. هل بقي شيء من أطروحات السلام في ضوء التصعيد المستمر هذا للصهاينة؟ بالبداية تحية لكم وللجمهور الكريم، وحقيقة أخي كلامك 100% صحيح، لم يعد هناك أي نوع من محاولات أن يقول للشعب الفلسطيني أننا يوجد إمكانية لأي مشروع سلام مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن إذا أردنا دائما أن ننظر إلى هذه التجربة التي قام بها بعض الفلسطينيين بمسمى منظمة التحرير بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، نعرف أن دائما الجانب الفلسطيني المفاوض كان متنازلا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورأينا تنازله في أوسلو وتنازله بعد ذلك. وأعتقد أن ما يقوم به الاحتلال هو جزء من سياسات خطط لها لسنوات طويلة، وجزء رئيسي منها هي أخذ أكبر كمية من الأراضي بأقل عدد سكان، وهذا ما وفرت له بعض اتفاقيات بين الاحتلال ومنظمة التحرير. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني صار أكثر وعيا لهذه المسألة، وهو سوف يقاومها كما قاوم جميع الاتفاقيات السابقة. نعم، أيضا في يعني جميع القرارات الصهيونية القديمة والحديثة قد لاقت رفضا دوليا، ولكن الاحتلال أصر ويصر عليها، لماذا هذا التمادي؟ يعني من أين يأخذ هذا الاحتلال غاصب الضوء الأخضر لانتهاكاته؟ الضوء الأخضر كما قال رئيس وزراء الاحتلال أن الرئيس الأمريكي يدعمنا بهذا القرار، والأمر الآخر هو وضع الوطن العربي وثوراته والثورات المضادة. الاحتلال الإسرائيلي بكيانه الحالي بإداراته بكنيسته الحالية يعتقدون أن أفضل فترة لهم الآن هو أفضل زمن لتغيير على الأرض وتغيير جذري، مثل أخذ 30% من أراضي الضفة الغربية وهي تعادل تقريبا 2000 كيلومتر مربع، أخذ مناطق في القدس أو السيطرة على المسجد الأقصى، بناء مناطق أو بناء علاقات مع بعض الدول والتطبيع بحجة أن الدول هاي تحتاج لهم أو تحتاج الاحتلال ليكون وسيط بينها وبين الولايات المتحدة. الأمر الآخر وهو أنه دائما يسعى إلى سياسة الضم، فرأينا أنه بعد مرور 53 سنة على ضم القدس، القدس صحيح بجزئيات أن الاحتلال يتحكم بالكثير منها، لكن عمليا في بعض الأحياء كما قال بعض الصحفيين الإسرائيليين هذه بالليل يسيطر عليها الشباب وبالنهار يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، دلالة على أنها مناطق بأغلبية فلسطينية والاحتلال يحاول السيطرة عليها. هذا جزء من السياسات العامة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، محاولة فرض بعض الأمور الواقعية على الأرض في أجواء عامة وأجواء تعتقد أن جزء من الثورات المضادة هي الدافع الأساسي له. ولكن ضم هذه المساحة الكبيرة من الضفة ألا تنهي أي حديث مستقبلي عن حل الدولتين؟ أكيد قد أنهي هذا الكلام منذ سنوات، عندما أكد الاحتلال الإسرائيلي أنه بالمرحلة ما بين 90 إلى 99 سوف تكون انتهاء المفاوضات ووصول إلى حل الدولتين، والاحتلال الإسرائيلي بجميع حكوماته المتتالية لا يريد تنفيذ ذلك. حاولوا إحداث مجازة في الشعب الفلسطيني وتصدى لهم الشعب الفلسطيني، واستطاع أن يغير لعبتهم عندما استطاعت المقاومة الضغط على الاحتلال وإخراجهم من قطاع غزة، وأجزاء من الضفة الغربية وجزء من هذه الأجزاء هي في مناطق شمال الضفة الغربية. حركة فتح رحبت بدعوة حماس لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة قرار الضم هذا، كيف انعكس الانقسام الفلسطيني على الواقع في الأراضي المحتلة عموما؟ بالعموم أنا أنظر دائما إلى محاولة دائما فهم الانقسام قبل الحديث به، والانقسام الفلسطيني كما عندما رفض جزءا من الشعب الفلسطيني برئاسة منظمة التحرير والرئيس الفلسطيني القبول بالانتخابات التي حدثت وشرعانية المجلس التشريعي الذي قام بحله، عندها أصبح عندنا مشكلة تسمى الانقسام، عندما حاولت الأقلية السيطرة على الأغلبية باستخدام القوى الضاغطة والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي. لذلك نحن نقول بكل بساطة عندما نعود للشعب بانتخابات نزيهة
الشعب سوف يحكم ضد هذا حالة الانفصال أو حالة الخصام الفلسطيني، وسوف يحكم كما حكم بالمرات السابقة، ندعم المقاومين وندعم حقنا في الثبات وضد مبدأ التنازل. وأعتقد أن خطة الضم تفشل لأن أغلبية الشعب مع المقاومة، ونحن رأينا خلال سنوات طويلة وقوف الشعب الفلسطيني بكافة مناطق تواجده مع المقاومة وضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. إذن أخيرا الآن قوى المقاومة أكدت استعدادها للتصدي للاعتداءات الصهيونية، ما المنتظر من الجانب الفلسطيني لإيقاف مسلسل التعنت الصهيوني؟ بكل ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو الثبات على مبادئهم. قبل أكثر من 50 عاما عندما ضم الاحتلال الإسرائيلي أراضي القدس واعتبروها جزءا موحدا تحت الاحتلال الإسرائيلي كان الوضع الفلسطيني أكثر سوءا. الآن الوضع الفلسطيني أفضل، وجود مقاومة، وجود نواة لمقاومين، استعداد دائم للدفاع عن أجزاء من الشعب الفلسطيني، وانتشار حالة الوعي وأن جزء رئيسي من الحل الذي يجب أن يقوم به الفلسطين هو الاستمرار بالمقاومة لإجبار الاحتلال على قبول بشروطهم، وأهم هذه الشروط خروج الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا لك إذا من صنبول، باحث سياسي الفلسطيني السيد تيسير سليمان.